بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الثالث اللي خاص بتقنية Link to SQL. في هذا الدرس سنناقش How to view Link to SQL Generated SQL Queries. أنا محمد إمعاد عرفه. في هذا الدرس تحديدا راح نناقش اللي هو كيفية عرض لترانزاكت SQL اللي بتم توليدها من تقنية Link to SQL. في الحقيقة من أجل غايات اللي هو تتبع البرنامج وإصلاح خلينا نحكي الأخطاء اللي ممكن إن نواجهها ضمن هذه التقنية، لابد إنه نعرض شكل اللي هو ترانزاكت SQL statements اللي تم توليدها من تقنية اللي هي Link to SQL. وفي الحقيقة في عندي أكثر من طريقة، وأسهلها إنك تقوم مباشرة بكتابة الترانزاكت SQL اللي تم توليده تمام من تقنية Link to SQL بداخل ASP.NET web page أو ضمن خلينا نحكي الكونسول ويندو إذا أنت كنت بتشتغل على كونسول أبليكيشن. خلينا نشوف هذا الأمر بشكل عملي. أنا راح أروح مباشرة عندي هنا ضمن الكود، راح أستخدم نفس البروجكت اللي إحنا استخدمناه خلال الدروس السابقة. بالبداية راح تلاحظ إنه هذا هو اللي هي Get data، وهنا أنا عمالي بقوم بعرض عندي data وبقوم بإرجاعها ضمن الـ Grid View. يعني حتى أقوم أنا بكل بساطة بعرض اللي هو data تمام، رح أقوم بعمل التالي. رح أستخدم عندي هنا اللي هو Response، ومباشرة رح أنادي عندي هنا اللي هو dot اللي هو الاوتبوت. رح تلاحظ انه عندي هنا تمام، رح أقوم بأخذ عندي هنا الستريم اللي برجع من اللي هو الويب، خلينا نجي نحكي بيج او خلينا نحكي كريسبونس من السيرفر، وراح اقوم بوضعه بداخل عندي اللي هي دي بي كونتكست. وراح تلاحظ انه هنا في عندي اللي هي البروبرتي اللي اسمها لوج تمام. راح تلاحظ انه هنا ضمن اللوج لو بنقرا الانتليسنس عمال هنا بيعمل لي جيت اور سيت ذا ديستنيشنز تو رايت ذا سيكوال كويري اور كوماند زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان لو باجي مباشره بعمل اللي هو رننج للابلكيشن وبضغط على كنترول اللي هو F5 بيلد ستارتد بيلد سكسيدد تمام. الان لو باجي بعمل مباشره جيت للديتا راح تلاحظ انه هاي هي الترانزاكت سيكوال اللي تم توليدها عن طريق اللي هو لينك تو سيكوال تكنولوجي. اوكي، الان فعليا في عندي كمان طريقه ثانيه بامكان انه نستخدمها. فبالتالي لو اجيت الان مباشره عملت لها كومنت، ايضا انا بامكاني اني هنا فقط اعدل الكويري بحيث انه خلينا نجي نعمل عندي هون اللي هو نيو لاين، خلينا نجي ننشئ متغير راح اسمي هذا المتغير اللي هو لينك كويري زي ما احنا فعليا شايفين، بحيث انه راح نجي نحكي عندي هون اللي هو from employee in db context dot عندي هون اللي هو employees select employee. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. الان بعد هيك مباشره راح اقوم بحذف عندي هون، وراح استخدم عندي هون اللي هو link query زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان بعد هيك مباشره انا بامكاني اني اعرض ترانزاكت سيكوال اللي تم توليدها عن طريق استخدامي للتو سترينج ميثود تمام. فبالتالي راح اجي مباشره احكي عندي هون اللي هو لينك كويري دوت تو سترينج، راح اخزنهم عندي هون بداخل متغير. هذا المتغير راح يكون من نوع سترينج، راح اسميه سيكوال كويري اوكي زي ما احنا فعليا شايفين. وبعد هيك مباشره راح اجي احكي عندي هون اللي هو ريسبونس دوت رايت اللي هو سيكوال كويري اوكي تمام. بعد هيك مباشره خلينا نجي نعمل الان اللي هو سيف، ونضغط على كنترول و F5 راح تلاحظ انه اعطاني الان بيلد ستارتد بيلد سكسيدد، وعماله الان راح نيجي نضغط على الجيت للديتا راح تلاحظ انه عرض لي ترانزاكت سيكوال اللي تم توليدها عن طريق اللي هو لينك تو سيكوال تكنولوجي. اوكي، الان انا ايضا في عندي طريقه ثالثه بامكاننا انه احنا نستخدمها، واللي هي فعليا عن طريق اللي هو ما يعرف بالجيت كوماند تمام. فبالتالي الان مباشره خلينا نيجي نحذف عندي هذا اللاين او تو لاينز الموجودين عندي هون، او فعليا اخر لاين بامكاننا نيجي نعمل عندي زي هيك. اوكي، وبكل بساطه ضمن الريسبونس عندي هون بامكاني انادي الدي بي كونتكست، وراح انادي عندي هون ضمن الدي بي كونتكست اللي هو الجيت كوماند
تمام. الجيت كوماند راح ترجع لك فعليا اللي هو سيكوال كوماندز اللي تم عمل له جنريتد من اللي هو عن طريق لينك تو سيكوال تكنولوجي. اوكي فالان راح مباشره عندي هون اعطي لحظه تحت هون عمل بتوقع مني اللي هو الكويري اللي هي الاي كويربل، فبالتالي اللي هي عباره عن لينك كويري زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك مباشره راح انادي عندي هون اللي هو الكوماند تكست لها. اوكي تمام، انا باجي بعمل سيف وبضغط على كنترول واف 5. لاحظت انه هون عمال بعمل لي بيلد ستارتد بيلد سكسيدد تمام. والان مباشره لو باجي بعمل جيت للديتا لاحظت انه هون عمال بعرض لي اللي هو الترانزاكت سيكوال زي ما احنا فعليا شايفين، واللي تم توليدها عن طريق اللي هو اللينك تو سيكوال تكنولوجي. اوكي تمام، اذا فعليا في عندي اكثر من طريقه. اذا شفنا اللي هي اول طريقه اللي هي عن طريق استخدامنا اللي هو اللوج، او اذا انت كنت فعليا تستخدم كونسول ابلكيشن راح تحكي لي اللي هو كونسول دوت اوت بالمناسبه. اوكي الطريقه الثانيه انه عن طريق اللي هو تو سترينج ميثود بامكانك انك تستخدمها حتى انك تشوف الترانزاكت تمام سيكوال اللي تم توليدهم، او اما عن طريق اللي هو الداتا كونتكست، فبالتالي بامكانك ايضا عن طريق اللي هو الجيت كوماند بالتحديد وباستخدامك للكوماند تكست ميثودز تمام. لاحظت انه الجيت كوماند هي ميثود خاصه بالاوبجكت اللي هو دي بي كونتكست، واللي هي فعليا خاصه بالداتا كونتكست اوكي اوبجكت تمام. الان ايضا عن طريق اللي هو سيكوال بروفايلر بامكانك انك تشوف ايضا الترانزاكت سيكوال اللي تم توليدها، فبالتالي لو الان بروح مباشره على سيكوال سيرفر بروفايلر ضمن التولز ومباشره بعمل رننج للابلكيشن تمام هاي كونكت تمام، راح اعمل له عندي هون اللي هو ران، والان لو باجي مره ثانيه بعمل جيت للديتا ومباشره بروح على الترانزاكت سيكوال تمام بروفايلر وبعمل له عندي هون اللي هو بوز، ولاحظ انه فعليا راح يقوم باعطائي بالترانزاكت سيكوال اللي تم فعليا توليدهم. فقط خليني اعمل كلير واعمل رننج للابلكيشن مره ثانيه تمام. فالان راح اروح ضمن الفيجوال ستوديو عندي هون اعمل كنترول واي 5. الان فقط خليني اعمل رننج لسيكوال سيرفر بروفايلر، والان راح اروح مباشره للابلكيشن واضغط على الجيت للديتا. الان راح اروح مره ثانيه لسيكوال سيرفر بروفايلر واعمل له بوز. لاحظت انه هاي هي الترانزاكت سيكوال اللي تم توليدها تمام عن طريق اللي هو لينك تو سيكوال تكنولوجي. اوكي اذا فعليا في عندي اكثر من طريقه بامكانك انك تستخدمهم. اوكي اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم، بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.